التنسيق وهناك توافق كامل فيما بيننا وبين السلطة الوطنية وفخامة الرئيس محمود عباس وفخامة الرئيس السيسي من أجل تدعيم كل الوسائل للتوصل إلى الهدف المشترك وإقامة الدولة. نحن نحرص على دعم الشعب الفلسطيني سواء كان في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، العمل على إزالة ما تعرض له الشعب الفلسطيني، المساعدات التي سوف يتم تقديمها الآن، مساعدات الإنسانية من خلال معبر رفح، استمرارها والتنسيق مع كل من يسهم في هذا الصدد، وأيضا عمليات إعادة الأعمار التي سوف تتم بالتنسيق الكامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية. diaduk-aduk jadi cair. Seriously. Diaduk kayaknya. Luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.